سيرتك على كل لسان بتقول إن شخصية عادل إمام اللي مثلها في الفيلم ده كان بيمثل شخصية زاهي حواس، بس هو قام بدور صاحب بازار وبنته حبت واحد ضابط في الأمن الوطني، وهو كان معترض على كده، وهو كان بتاع ستات، فأي ست خواجة بتيجي بيعلقها. فأنا أنا يمكن أنا شايف حضرتك يمكن كده، لا حضرتي يا ناس مش كده. أمال كل ستات الغرب بيحبوك ليه؟ أنا يا ناس بعشق الأثار. الإنسان لما بيعشق حاجة، العشق ده أجمل حاجة في الدنيا. فعشقي خلى مش الستات بس، خلى الناس في كل مكان في الدنيا يحبوا الأثار، ويمكن يحترموني ويحبوني. يعني أنا بعمل ساعات محاضرة بيحضرها 4000 واحد، أنا لا أنسى 3 بنات صغيرين طلعوا الستيج، اللي في النص عندها 8 سنين جات لقيت لحضني، نزلت أحضنها قالت لي مور، قالت لي كمان. 4000 واحد وقفوا، هم شايفينك واحد من الفراعنة. والله يا ناس ساعات بجد أنا بحس إن أنا عايش مع الناس دول، ممكن دي أجمل حاجة بتحصل لي. إن أنا زاهي عن خأمون زاهي ممكن لا زاهي خوفه، أنا بحب زاهي خوفه أكتر من خوفه أكتر، علشان خوفه بقى عامل هرم كبير وكده. لا لا عشان أنا تحت الأرض، عشان أنا كل أبحاث شموخ، وأنت بتحب الشموخ ده. لا كانت أبحاثي كلها عن ملك خوف، عن ملك خوف، وكل شغلي كان عن الملك خوف، فحبيت الملك خوف. دكتور زاهي، عديت من سيرتك على كل لسان على خير، والفقرة اللي جاية إيجابي ولا سلبي بعد الفاصل.